بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أصحاب الفخامة والدولة، إخواني وأخواتي حجاج بيت الله الحرام، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أن نهنئكم وجميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى أن يتقبل من الحجاج مناسكهم ويعينهم على إتمامها في أمن ويسر وطمأنينة. إننا في المملكة العربية السعودية لنشكر المولى عز وجل أن شرفنا بخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والعناية بقصديها والحرص على أمنهم وسلامتهم، ونعتز بمواصلة القيام بهذا الواجب العظيم، ونبذل الجهود وتسخير جميع الإمكانات لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن منذ قدومهم حتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى. أيها الأخوة الكرام، يحل علينا عيد الأضحى المبارك مع استمرار الجرائم الشنيعة على أشقائنا في قطاع غزة، وإننا نؤكد ضرورة وقف فوري لهذا الاعتداء، فإننا نناشد بأهمية تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية الأرواح في غزة، كما نؤكد أهمية تنفيذ القرارات الصادرة مؤخرا من مجلس الأمن الدولي بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة ولتحقق السلام الشامل والعادل والدائم. ونسأل الله العظيم في هذه الأيام المباركة أن يديم علينا وعلى الأمة الإسلامية الأمن والرخاء، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.